نهنئ مراجعنا الكبار بهذا العيد بولاية أمير المؤمنين. خليكم ويانا حتى نلتقي ببقية الناس. معشر إمام المرسول كل ساعة بيهم يحدي ويعددهم بالأسماء من حجر حتى المهدي. يا شاك كل شي مذكور غض البصر ما يجدي لياهم يا جنة تريد خلك صريح وجدي. عشر إمام وتشهد كل المسانيد عددهم لا وانت قدار كافي تعاني. بس عدنا هالأطهار معشر محسوبة بولاية أهل البيت مقبولة التوبة. مقبولة التوبة السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله وبركاته. اسم حضرتك الكريم؟ سعد الربيعي. اهلا وسهلا. شنو يعني لكم اليوم عيد الغدير الاكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو واحد من الاعياد الاساسيه والمهمه بالامه الاسلاميه باعتباره يوم اكمال الدين واتمام النعمه على الاسلاميه. فنبارك للامه الاسلاميه حلول هذا العيد، وكما وصفه رسول الله هو عيد امتي الاكبر يعني. ما هي الرسالة التي تريدون توصيلها من خلال هذا الملتقيات وهذه المحافل؟ أولا نحيي هذا العيد باعتباره من الأعياد الأساسية والمهمة في الإسلام. ثانيا نستفيد من هذا العيد بأنه كيف يكون القائد وكيف يتم اختياره وما هي المواصفات المطلوبة ليكون قائدا في الأمة. فعندما نتأمل بشخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نجد فيها كامل المواصفات من ناحية الكفاءة ومن ناحية النزاهة ومن ناحية الشجاعة ومن ناحية الأمانة، وهذا ما نحتاج إليه في هذا العصر لمن نسنمه القيادة ولمن نختاره بتسليمه زمام الأمور. نحتاج هذه المواصفات، فهذا العيد يمثل هذه المواصفات وهذه الصفات. نحتاج أن ننتهج نهجة، وإن كنا لا نستطيع الوصول إلى كامل مواصفات أمير المؤمنين لكن لا نضيع ما نستطيع القيام به. شكرا لحضرتك. ومستمرين وياكم أحبتي. مثل ما تشوفون اليوم المحفل كثير من الهازيج، وكذلك قامنا النسوة بفعاليات الأناشيد بولاية الأمير الإمام علي عليه السلام.